السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وسلامة. وسيارة جديدة في دبي أجرتها لمدة أسبوع، راح أعرفكم عليها إن شاء الله وتجربتي فيها وتجربتي معها أسبوع كامل. طبعا هي شركة صينية وأنا متعمد أني أخذ سيارة صينية عشان أشوف فعلا هل الصينيين وصلوا أن يعطونا سيارات مرتبة ومحترمة مثل ما أن شكلها صار ينافس الشركات الأوروبية، خلنا نقول شركات أوروبية بما أنها صارت يعني أغلب التكنولوجيز اللي موجودة فيها سيارات أوروبية مع شوية كوكتيل ياباني. أوقف أخذ فيكم لفة سريعة على السيارة من برا ومن داخل، أسوقها شوي، أعلمكم تفاصيل قيادتها شلون وضعها، ونهاية الحلقة أقول لكم باختصار السيارة هذه الصينية هل هي فعلا تستاهل ولا لا. حياكم الله. وهذه الجي اي سي الجي اس الأربعة أو الجي اس فور، والسيارة هذه كل المحركات اللي تجي عليها أربعة سلندر طبعا، وحاطين لك الرقم هذا اللي هو رقم التورك. فالسيارة هذه التورك حقها 235 تي من التيربو. خلفية السيارة نشوف أن الإضاءة في شوية LED، في إضاءة عادية، حركات أودي، تشوف أن في فتحة إكزوست بس ما هو بإكزوست، يعني يعتبر شيء عادي. هذه بلاستيك قوي بس شكله سيلفر، الشكل معقول صراحه، يعني حتى لون السياره ما شاء الله لون السياره مرتب اللي هو البني، تحسه فخم صراحه على السياره. حتى لو بناخذ البروفايل من الجوانب راح نشوف انها تنافس بشكل كبير الراف 4، المازدا سي اكس 5، هوندا سي ار في، الجنود والرقات 18 215 55، هذا 18. في شويه تصميم، نشوف حركات قزاز وجام، صراحه شغل مرتب بالبصمة. توائر الكفرات الأمامية والخلفية نفس الحجم، ومن الأمام راح نشوف فيه نفس الشيء، كوكتيل LED وإضاءة عادية، إضاءات الكورنرز وهذه الإضاءات النهارية نشوفها بالليل إن شاء الله. هذه الإضاءة، هذه كشفات، ونشوف حرف الجي، الإضاءة الهالوجين أصفر، هذا أصفر، إضاءة LED إشارات، هذه الإضاءة من داخل LED عادية، كشافات الضباب، هذا شكل السيارة من وراء. وجهية السيارة حرف الجي، كاميرات 360 درجة، ضغطة زر بس لازم تفتحها، المكان هذا شوي ضيق للشخص اللي أصابعه كبيرة راح تكون شوي صعبة عليه. لما تفتح الدبة حجمها تحس انه صغير، بس هذه أخذت فيها الشنط الكبيرة، أكبر شيء أخذت ثنتين وفوقهم ثنتين الحجم الصغير، وفيها كفر احتياطي وسبير تير تحت. فالعائلة صغيرة صراحة ان امورها تمام. عندك هذه الكراسي طبعا تصفط، والتسكير عادي، وهذا رقم الشاصيه حق السيارة. شوف ماكينة السيارة، طبعا هي تحتاج يدين، فهذه ماكينة الأربعة سلندر اللي هي الـ 1.5 تيربو، جاي ماكينة بالعرض 235 نيوتن متر العزم، 152 الهورس باور، والجير 6 سرعات اوتوماتيك، يجي عليها دبل كلتش اللي هو 7 سرعات، وفي ماكينة أصغر من هذه اللي هي الـ 1.3، 137 حصان أو 200 نيوتن متر العزم. ناخذكم في نظرة سريعة على داخل السيارة. هذا بلاستيك قوي جدا صراحة، أنا تعبني في فترة الأسبوع، بينما هذا جلد لين جدا، هذا أسود بلاستيك. فتحات الأبواب، الدرايش، قفل الأبواب، في عندك دروج في الأبواب، حجمها ممتاز. معلومات السيارة في المنطقة هذه الصين. عندك إيرباكس الكراسي، نشوف الكراسي اللي هو البني المحروق، وهذه قاسية شوي، تشوف أن الكرسي من الجهة هذه لين، بس هذه شوي قاسية ولونها أسود. عندك وضعيات التحكم في المرايا، تكون في الجوانب، هذا التحكم في الإضاءة الأمامية، نتكلم عن إضاءة عادية، الانزلاق، الهيل ديسنت كنترول، كاميرا 360 درجة، في عندك درج، عندك حركات بلاستيك بس كانها ألمنيوم، السبيكرز، ستاير الإيرباكس، وهذا الدركسون، تحكم في الصوت، الفوليوم، مكانه جدا ممتاز، أحسن من الشركات الباقية. تليفون والراديو، مثبت السرعة، هذا يتحكم في الشاشة اللي قدام، وشاشة شوفنا عادية، في النص شاشة، هذه شاشة. خلينا نشغل السيارة.
مرة واحدة. عدادات جدا عادية، وهذه الديسبلاي تعطيك معلومات الرحلة، متوسط السلاك البنزين، متوسط السرعة، معلومات القيادة مثلا، وضغط الإطارات، حرارة الإطارات، الحرارة الخارجية، بطارية، وكم باقي تمشيك بنزين. تانك السيارة اللي هو في الجهة اليمين، تانكي 50 لتر، يمشيك تقريبا إلى حدود 550-600 كيلومتر إذا قيادتك مثلا تكون اقتصادية جدا. راح نشوفنا في وضعية النورمال. عندك المساحات الأمامية والخلفية، وعندك الإضاءة الأمامية تشغيلها عادي، عندك شاشة تعتبر تاتش لمس فيها نافيجيشن، عندك هذا الأزرار. راح نشوف حركة غبية شوي لما تلف، راح تشوف أن هذه تلف، فتحس لما تكون السيارة واقفة راح تحس أن هذه في شيء غلط، ليش هذه تحركت وهذه ليش تحركت. هذا المكيف، أي حركة تسويها راح يبين معك المكيف على طول فوق، هو مكيف واحد، مكيف طبعا من شركة دينزو، شركة اليابانية. السيارة عبارة عن تجميع من كل الدنيا، USB, AUX، مكان تحط فيه موبايلك بس ما فيه وايرلس تشارج. أماكن التخزين صراحة في السيارة مرتبة، الجير، عندك وضعيات القيادة اللي هي هذه، لما تضغطها راح تبين عندك في الشاشة اللي هناك. راح نشوف انه نورمال، ايكو، والمانوال، والمانوال تحكم فيه من الجهات هذه، الباركينج بريك او الفينجر بريك، وهذا الاوتو هولد. اماكن تخزين نفس الشيء، راح نشوف نفس الشيء في درج، شكله وحجمه ممتاز جدا. اذا بنطلع فوق نشوف في اضاءة وفي فتحة سقف عادية، هذه اضاءة صفراء، هذه تتكلم الوكالة او شيء، عندك حق النظارات، وستاير كان هذه اضاءة بس ما تشتغل للي عند الراكب واللي عند السواق نفس الشيء. وهذا مكان الراكب، راح نشوف فيه درج، حجمه جدا ممتاز كبير صراحة. وهذه معلومات السيارة، راح نشوف ان سعرها يبدأ من 65,000 درهم الى تقريبا 79,900. وسيارتنا اللي معانا اليوم اللي هي الفل اوبشن اللي 79,900 درهم، او تقريبا كل 80,000 ريال سعودي، بالدينار تقريبا 6,500، تبدأ من 5 وشيء الى 6,500 دينار، الضمان 5 سنين او 100,000 كيلومتر. وهذه نوعيات السيارة اللي تجي، اللي هو قلت لكم 200 تورك او 235، فيها الجير الدبل كلتش، هذه الانواع. استهلاك الوقود سيارتنا اليوم اللي هي 7.2 لتر في 100 كيلو. وهذه كل الاوبشنز اللي تجي على السيارة والالوان الموجودة عليها. طبعا السيارة تعتبر دفع امامي، ما يجي فيها دفع رباعي. شوف الجزء اللي وراء عند الاطفال، الباب واسع، الفتحة واسعة، هذا كله جيد يعني، تقدر تقول هذا لين كان التكية بس هذا قاسي جدا. ومساحات الأرجل جدا كبيرة ما شاء الله، كراسي عندك التحكم تقدر تصفطهم على مزاجك، في تكاية في الوسط، فيهم الكب هولدرز، مساحة الرأس جدا ممتازة، عندك دروج زي ما شوف في السيارات، وعندي فتحات التكييف في USB اللي هو التشارج، عندك إضاءة فوق، الرؤية 360 درجة جدا ممتازة من السيارة حتى قدام. نجي لتجربة السيارة. قبل ما تسوق السيارة هذه تتوقع أنها بتكون ضعيفة جدا، الأرقام 152 حصان، 235 نيوتن متر، شوي العزم شوي تحس أنه ما شاء الله يعني رقم جدا ممتاز. بس نرجع ونقول هذه سيارة جيب، او شكلها SUV او كروس اوفر اللي تبي تسميها، فتتوقع ان السياره بتكون شوي ضعيفه وثقيله، لكن من اول ما تدوس البنزين راح تلقى ان السياره خفيفه جدا. انا صراحه انصدمت، وكل ما ادوس يعني 100-120 ادوس السياره ما شاء الله تتجاوب بشكل سريع. السياره فيها النافيجيشن فتقرا سرعه الطريق، طبعا مخزنه في السياره، وتعطيك كل شوي تحذير من السماعة اللي قدام السواق، فما راح تزعج في النافيجيشن إلا السواق، الباقين راح يكونون بعيد عن أصوات إزعاج النافيجيشن. السبب إن السيارة خفيفة جدا، فزتها قوية،
ان وزن السياره ما في وزن. لما جيت قريت لقيت وزنها تقريبا اقل من 1500 كيلو، فالباور اللي تحتاجه في السياره هذه بيكون كرقم اقل من اللي تحتاجه في السيارات الثانيه. فزتها ممتازه، ما تحتاج سياره في الفئه هذه وبالسعر هذا، ما اعتقد انك تحتاج باور اقوى من اللي موجود في السياره هذه. هذا من ناحيه الماكينه. لو نجي من ناحيه الجير اللي هو 6 سرعات، احس صراحه عشان ما تزعجنا خلنا نطفي هذا، ما في اي تناسق بين جير السياره والكلتش، وخصوصا لما تحطها في الايكو. يعني دخلت انا في دوار، كان معي العائله، دخلت في دوار وكان شوي زحمه، فتبغى تلقى لك فرصه انك بس عشان تدخل في الدوار، وللاسف صراحه دس بنزين السياره ما تحركت، فمو بتيربو لاك، التيربو شكله نايم. افضل وضعيه انك تخليها في النورمال درايفنج عشان السياره تكون شوي حركه معك. زي ما قلت ما احس ان في تنسيق بين الجير والماكينه. نتكلم على سياره في 2019 2020، طبعا السياره هذه طلعت من 2015 وصار عليها فيس ليفت بال 2018. الدركسون السياره تحس انه عادي، ما تحس انك معزول 100%، لا زال في احساس. السيارة هذه خالطة بين السيارات القديمة اللي ما تتوقع انها لا زالت موجودة في الزمن هذا، وبين تكنولوجيا العصر الجديد. لو بنشوف مثلا نظام التعليق بسعادات المعاونات، شوي قاسي، بس متوقع انه بيكون قاسي عشان السيارة ما اذا ركب فيها احد تبدا تنزل. اذا ضغطت للليمت شوي تحس انه يعني ما هو حق سيارة قوية جدا، يعني سيارة انك تروح فيها مثلا للبر ولا انك تغامر، لا، يعني الترافل حقت المعاون ينضغط الى حد معين بعدين يوصل للليمت. فالاشخاص المغامرين يبغالهم يدورون في مكان ثاني او سيارة ثانية. صوت الهواء مشيت فيها صراحة في دبي مدة 7 ايام مع العائلة، ما حسيت انه في اي ازعاج، الا اذا فتحت الدرايش راح تسمع فيه صوت هواء زيادة اكثر من بعض السيارات اللي ممكن انك تكون انت متعود عليها. صح انه اشتغلوا في التصميم، دلعوها بالتصميم وزي كذا شكلها مرتب، لكن تحس انه فيه بعض السيارات اللي تحس انهم يبغى لهم فتره زياده عشان يبدون يتعلمون اكثر واكثر كيف انه ينافسون الكوريين، ثم انه ينافسون السيارات الامريكيه، بعدين السيارات اليابانيه، واخر شيء ينافسون السيارات الاوروبيه. تحس احيانا الماكينه قويه، تحس احيانا استجابه المحرك شوي ضعيفه، السياره تتجاوب على مزاجها من فتره لفتره. نجرب تسارع السياره، طبعا هي يعني النورمال، ما في الا تكون ايكو او مانوال او على النورمال. نخليها على النورمال نشوف تسارع السياره. بسم الله، صراحة ما توقعت، جدا ممتازة، وطبعا سبب كبير جدا ان وزن السيارة جدا خفيف. من الشغلات الغريبة في السيارة المكيف لما يجي يشتغل ويفصل تسمع ينفض الماكينة نفض، ولما يفصل كأنه يعتقها. جرب اليوتير في السيارة نشوف التيرنينج سيركل هل هو قصير ولا طويل، راح نشوف انه جدا ممتاز. السيارة فعلا تحس انها سيارة مدينة، ما عندك مشكلة انك تاخذ اصغر يوتير. هذا النافيجيشن حق السيارة، طبعا ما في شيء يبين عندك في الشاشة اللي قدام، ما في عندك الا هذا السيستم يبين لك متى الوصول وكم المسافة واي وقت. شوف الكاميرات صراحة جدا ممتازة، تشوف وين وضعك. حاول انك تكون في الوسط. بناخذ السيستم حقه بشكل سريع، عندك المينيو، شاشة جدا سهلة، عندك الراديو، النافيجيشن، يو اس بي وبلوتوث، في عندك نفس الشيء تبغى تسوي اعدادات، معلومات السيارة، السخان، سخان الكراسي، تسخين الكراسي والاشياء هذه، باركينج، مدري ايش، في بعض الشغلات ما تكون مجهزة في السيارة اصلا، يعني انظمة مساعدة السائق ما هي موجودة في السيارة. كيف تتحكم في الريموت،
الإضاءة الخارجية، عدادات المصنع، عدادات السيستم، الشاشة، التايمر، الانفو. واستخدامه سهل، يعني لو بتروح مثلا نافيجيشن نيو، يعني تكون الهيستوري الأشياء القديمة اللي رحت لها، أو مثلا تكتب اللي تبي، مثلا دبي مول بح، راح يطلع لك دبي مول. وسيستم جدا سريع، يعني لو بختار مثلا هذا دبي مول، دبي مارينا مول، احط الاعدادات ستارت، راح يكون جدا سريع. بس مثلا حاولت انك ترفع مكيف او ترخي، فراح تقعد الشاشه فتره طويله على شاشه المكيف، لدرجة انك يعني تستغرب ان السيارة ليش ما رجعت مرة ثانية للنافيجيشن، تاخذ فترة طويلة، او انك تضغط مرة ثانية النافيجيشن، فتحس شوي شوي في شوية بطء الى حد ما. عندك الكراسي التسخين المنطقة هذه، المكيف شوي معقدين الموضوع، ما ادري ليش، هذا درجة الحرارة، هذه المروحة، هذه عدادات، تبغى اوتو، تبغى السخان اللي قدام او اللي ورا، عفوا او اللي ورا، او المرايا، سخان المرايا، هذا سخان القزازة اللي قدام او الجام اللي قدام. اوكي، جربت السيارة على مدى اسبوع كامل في الامارات مع العائلة، لفينا فيها دبي تقريبا اكثر من 1000 كيلومتر. هذا مفتاح السيارة، يمكن اللي نسيت اللي موريته، المفتاح مفتاح عادي جدا، وفي مفتاح الاحتياطي بيكون في المنطقة هذه، تصلح للاشخاص اللي ما عمرهم ساقوا سيارات يابانية او امريكية او خلنا نقول اوروبية، ممكن انه ينبسط في السيارة هذه، خصوصا ان سعرها الى حد ما معقول، احنا نتكلم على اقل من 100,000 درهم، فيها تقريبا اغلب الاوبشنز اللي انت تحتاجها كشخص عملي، تبغى سيارة تشغلها، توديك مشوارك، ترجعك. السيفتي في السيارة جدا ممتازة. الاشخاص اللي بيجون من السيارات اليابانية اعتقد انه راح يزعلون شوي وراح يتضايقون، في شغلات يحس انها جدا بديهية، بينما في السيارة هذه راح تكون يعني تحس انك تتكلم على 1900 وشيء. يعني مثلا، يعني بعطيكم مثال بسيط، لو بتشغل الإضاءة، فأنت بالعادة صارت كل السيارات الآن تشغل الإضاءة، تطفي السيارة، تقفل الأبواب، أمورك تمام، السيارة راح تطفى من نفسها. السيارة هذه راح تقعد إضاءتها شغالة إلى ثاني يوم. أنا كم مرة يعني دقوا علي مرتين في الفندق، يقولون ترى سيارتك الإضاءة الخارجية شغالة نفس الوقت، فتحت السقف ما راح تتقفل إلا لما تقفلها أنت بنفسك. تخيل الآن أنك برفع الراديو، أيوة. رجعت ورا، انا احب انه يعني وقررت انك تبي ترخي الصوت، هتلاحظ انه ما يتجاوب معك نهائيا، لان اذا تاخرنا عليهم شوي يقولون الراديو ما يتجاوب نهائيا. هذا ليه ما انك تشيلها من الار. نعم استاذه ساره، هذا التصريف الان في ادخال المرضى في تبدا تشتغل النافيجيشن اوبشن حلو، ليه ما تصير الدورات او المخارج معقده زي اللي في دبي، يعني 3-4 مخارج، تدخل المخرج تبدا السياره تضيع وتحوس وتتخربط. شغله ثانيه بعد غريبه شوي، لما تدق اشاره، بالعاده السيارات الجديده لما تضغط ضغطه خفيفه تعطيك 3 رمزات، واذا تبغى تكمل تكون ضغطة طويلة شوي. بالسيارة هذه يعني المسافة بين اللمس والهذي قريبة جدا، لدرجة انك تحس نفسك اغلب الوقت بتدقها للاخير. هذا غير سالفة مثبت السرعة، اللي الان بثبت السرعة، بزود، تلقى ان السيارة ما تستجيب الا بعد 10-20 غمزة على البلس او على الماينس. تانك البنزين في الجهة اليمين نفس السيارات الاوروبية، توعد بيتها بنزين، وهذا تقريبا تمشيك قيادة اقتصادية تقريبا 600 كيلو، ونشوف ان متوسط استهلاك قيادته الحالية 6.5، المتوسط تقريبا 7.7، بس المشكلة الكبيرة ان السيارة يعني تانكي حقها صغير، فراح تعبي كل شوي. هذه شغلات خلنا نقول صارت الآن بديهية، احنا نتكلم على 2020، فمفروض ان السيارة هذه تكون يعني على الأقل الأشياء هذه البسيطة تكون موجودة فيها. طبعا السيارة
منافس او يقول انها تنافس الراف 4 من التويوتا، السي اكس 5 من المازدا، سي ار في من هوندا، كيا سبورتيج. هذه حطها في اخر اللسته اذا اضطريت ماديا انك تاخذ السياره هذه مع سواق ما عندك مشكله، مع السواقين امورك تمام، بس مع شخص خلينا نقول من الخليج اعتقد انه راح يزعل شوي على بعض الاشياء اللي صارت بديهيه او الاشياء اللي تعود عليها في السياره. حبيت اشارككم تجربتي للسياره هذه لمده اسبوع بدون اعلانات، بدون دعايات، بدون كلام فاضي. سياره جربتها شخصيا، انا دفعت على قولتهم اجارها اليومي لمده اسبوع، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه على سياره رياضيه او سبورت او سوبر سبورت او فخمه يمكن تكون اقتصاديه. ولا تنسون اشتراك، سبسكرايب، لايك، مشاركة الحلقة للناس اللي يدورون سيارات اقتصادية، ويقولوا لك الكوري أو الياباني أو الصيني صار مرة جدا ممتاز. من تجربتي للأسف أنه يمكن 10 سنين خلف السيارات الكورية، فما لا. نختم حلقة اليوم ما شاء الله على هالسيارة اللي فعلا ولا أروع، الله يعطيه خير عليك في شرع، ما شاء الله 560. أسأل فعلا صراحة تسوى وزنها ذهب.